رحلة شاسعة إلى الذكريات واللحظات الفارقة يأخذكم إليها معرض الوجه الآخر للصمت للفنان هراير سركسيان، الذي يستعرض تجربته خلال أول معرض استقصائي يعرض في المباني الفنية لمؤسسة الشارقة للفنون. وخلال جولتنا في المعرض كانت لنا وقفة مع الشيخ نوار بنت أحمد القاسمي مدير مؤسسة الشارقة للفنون لتطلعنا على تفاصيل هذا التعاون. هذا المعرض الأكبر للفنان في العالم العربي في الشرق الأوسط، يشمل كل أعماله منذ بداياته، بداية مسيرته الفنية. بتشوفون أعمال فوتوغرافية، أعمال صوتية، أعمال فيديو، وفي أعمال المؤسسة قامت بتكليفها، اشتغل على مشروع على مدار سنين وصور مناطق مختلفة. تعكس أعمال هراير سركسيان الفوتوغرافية الذكريات الشخصية، موظفاً الذاتية كطريقة لخوض غمار قصص تعجز التواريخ الرسمية عن سردها، مع استخدامه لتقنية توثيقية تقليدية في أعمال واسعة النطاق. إحدى الأعمال التي جذبت الانتباه في المعرض مجموعة من الصور بعنوان آخر ظهور وكذلك المشهد الأخير. فما الرسالة التي تحملها هذه الأعمال للجمهور؟ هذا المشروع هو عن العائلات يلي فقدوا شخص خلال أعوام حرب مثلاً، أو خلال نظام ديكتاتوري، خلال حرب أهلية في خمس بلدان مختلفة: لبنان، برازيل، أرجنتينا، كوسوفو وبوسنيا. فكرة المشروع أنه بحثت عن عائلات عندهم شخص مفقود وبعدهم عايشين نفس المنزل يلي الشخص كان عايش معهم، وسألتهم ايمت آخر مرة بتذكروا شافوا الشخص ووين. فهدول الصور هن كلهم تقريبا آخر مرة العائلات بتتذكر فيهم، بتذكروا فيهم وين شافوا الشخص. مشهد أخير هو عمل أنجزته بهولندا ما بين سنة 2015 و 2016، وهي صورت في بهولندا في جمعية خيرية بيأمنوا بيحققوا مثل أمنية أخيرة لمرضى السرطان. طبعاً منشوف هون تحت كل صورة في اسم الأول، أول اسم للشخص والمكان وتاريخ الزيارة والوقت أي ساعة. وأنا رحت بعد سنة أو سنتين، لأنه كل الأشخاص المرضى يلي هون اتوفوا قبل ما أنا أوصل لهالأماكن. الصورة أبلغ من ألف كلمة، والصورة تفتح لنا آفاق الخيال لنبحر في قصصها. فكل عمل من معرض الوجه الآخر للصمت يفتح لنا المجال للتفكر واستشفاف المعنى المراد منها، لأنها وبكل بساطة توثيق للأحداث وللإنسانية.